بعدين ليه ما اخذ بنتي عند اهلي اليوم؟ لانه حضرتك ما كنت موجوده. حتى لو ما كنت موجوده انت واجباتك توصلها. وانت واجباتك تعطيها وقت لبنتك وتهتمي فيها. ليك جلال انا كثير سكت لك انت وامك طلع في عم بحكي معك. شو انت لسه مع مين عم تحكي؟ بعدني هلا محترمتك لانك خيو لجوزي، بكره الصبح بتوصل بنتي لعند اهلي وبتتركها هونيك احسن ما افضح كل قصصك المخبايه.